انا اخد اللعيب اللي يناسبني، انا اخد اللعيب اللي يطبق لي فكري. هنا الضمير بقى. انما انا ما اخدش لعيب مهما كان، وخد بال حضرتك مش عايز اقول لك في خلال شغلي اتعرضت لضغوطات كتيره جدا للعيبه كتيره جدا قسما بالله، والادارات تشهد ما بتعاملش مباشر. علشان كده الوكيل ما يحبش نوعيتك تبقى موجوده في الانديه، لانه ما بتكلموش اصلا، ما بتتعاملش معاه، ما بتقعدش معاه تتفاوض. انا تعاملي مع اداره النادي، اي نادي اشتغلت فيه والحمد لله انا بذكر بالاسماء. لا وانت حضرتك كبير يعني، سواء انت لاعب، فبالتالي انت غير مرغوب من الوكلاء اصلا تبقى موجود في الانديه. ليه؟ لان بدليل احنا ينفع تجيب لعيب افريقي او لعيب اجنبي تقعده احتياطي او يبقى بره ال 20؟ ما ينفعش. انت جايب لعيب مش موجود، المفروض مش موجود في مصر. ايوه، ويكلف اللعيب ده لازم يكون موجود في القايمه ال 11 اللي بيلعبوا، وبيفرق كمان. بالظبط يا كابتن رضا. لا ويشيلك، انا جايب محترف ليه؟ عشان يشيلني. فعشان كده انا بقول لحضرتك، ومش زعلان على فكره، لان انا اتعلمت صرف عليا كتير، اتأهلت ان انا ابقى مدير فني لمنتخب مصر مش للانديه. احنا مالناش دعوه على الاهلي والزمالك، احنا عايزين الكوره ترتقي. ادي لكل واحد حقه. انا بقول لك دلوقتي الزمالك ما يستاهلش ان يتعادل، مش يكسب، ما يتعادلش، بس ادي له حقه. يا عم احسب له ضربه الجزاء ما ممكن تضيع. بس انت يبقى انت كده مستريح الضمير، او في انبي ماتش، او الماتش انبي ادي له ضربه الجزاء والشناوي ما شاء الله ما بيصد على طول هيصد. بس انت يبقى عشان ما حدش يطلع يبقى له حجه، ما يبقالوش شماعه. واخد بالك؟ دي حاجه من الحاجات اللي انا قلت لك الفار ما عندوش ضمير. طيب وهفضل اقول خصم المستحقات. لا غلط، عايز تخصم اخصم من فيريرا، لان اللعيبه دي العك اللي حصل النهارده ده هو بتاع فيريرا. يعني هنتكلم فني، هو اللي يشيل اللقاء. انت دلوقتي خسرت 1-0 الشوط الاولاني، الف ب كوره، الف ب كوره. ايه اللي عاجبك في المسلوسي عشان ما نلطمش ونصوت؟ رجع سيد نيمار يلعب باك رايت، وخلي زوزو باك رايت، وينج رايت، والناحيه الثانيه نزل مصطفى شلبي. ادي اول تغييره. تاني تغييره، انت بتلعب ثلاثه اقسم بجلاله الله ما فيهمش الا عمرو السيسي اللي هو بيطلعه. يعني السنه اللي فاتت كانت الفرقه فازت بالدوري في ظل عدد لعيبه اكفاء، كفاءه بتاعتهم ما كانتش على المستوى العالي. قدر انه يتعاقد مع افضل اللعيبه اللي موجودين على الساحه، فاذا زود السكواد بتاعك وخلى السكواد بتاعك عالي. على مستوى الجماهير عامل كل حاجه بالنسبه للجماهير، وموفر لهم كل الامكانيات اللي مش هنعرف. والجماهير للامانه قايمه بدورها على اكمل وجه منذ بدايه اللقاء لنهايه اللقاء. فانت كاداره وكجماهير كل واحد فيهم قايم بدوره على اكمل وجه. هنا انا شايف ان التقصير مدير فني ولاعيبه.